إذا نصائحنا وإرشاداتنا الطبية دائما مع ضيفي وضيفكم الأخصائي في مجال التغذية محمد أداشور. صباح الخير دكتور أداشور. صباح الخير. صباح النور ومرحبا بك مرة أخرى على اللقاء. شكرا لك الله يحفظك. فاليوم دكتور غنتكلموا على الانيمي ديال الأطفال أو فقر الدم. ربما تنعرفوا الانيمي ولكن ما كنعرفوا شنو هي العلامات الأولى أو العلامات المبكرة اللي ممكن تبان لنا على ذاك الوليد أو على ذيك البنيته واللي بطبيعة الحال كتشير أن كاين نقص الخطر ممكن ذاك الطفل يكون عنده بداية فقر الدم. فقر الدم انا جوستومون فقر الدم فيه انواع كثيره. نعم. كاين البيتا طالاسيميل فقر الدم المنجري وكاين فقر الدم المرتبط بنقص عنصر الحديد هو اللي غادي نتكلموا عليه اليوم. كنا كنعرفوا بلي خلايا الدم الحمراء عندها واحد الدور حيوي في الجسم ديالنا. نعم. دونك كتنقل لنا الاكسجين من الرئه للاعضاء. جزيئه ديال الاكسجين في كتلصق على هذا المستوى هذه الكريه الحمراء كتلصق على واحد الامر كيتسمى الهيموغلوبين. نعم. الوغ هذا الهيموغلوبين هو اللي كيعطي اللون الاحمر للدم دونك حيت اللون ديالو احمر احمر. وسط منه كاين الحديد. الوغ ملي كتكون نسبه هذا الهيموغلوبين قليله كميه ديال الاكسجين اللي كتمشي من الرئه للاعضاء كتنقص. نعم. وكينتج لينا بعض الاعراض. الوغ هاد الاعراض هما مثلا كيكون التعب الطفل كيولي ما كيقدرش يلعب بحال القران وخاصه اننا ملي كنوصلوا لواحد المرحله متقدمه وحنا كنعرفوا ان الطفل السليم هو واحد الطفل كيتحرك بزاف يعني. نعم. ملي كنشوفوه مثلا بدا كيعيا او بدا كيبقاش كيقدر يتحرك بزاف خصنا نقلبوا على فقر الدم. كاين ايضا ضعف في البنيه الجسديه يعني الطفل كتولي عنده مشكل في النمو الشحوب ديال الجلد الصغار كيدل يا اما على نقص في الحديد يا اما في الفيتامين بنف او لا فيتامين ب 9. كاين ايضا ملي كنوصلوا لبعض المراحل المتقدمه من فقر الدم كاين ما يسمى ضيق في التنفس شعور بالدوخه اي مجهود بدني او عقلي كيعطينا واحد فقدان التركيز التعب. كاين ايضا واحد الامر مهم بزاف وملي كنوصلوا لمرحله متقدمه ايضا اللي هو الرغبه في تناول بعض الاشياء غريبه بحال الطين مثلا. هذا الامر كنلاحظوه ايضا عند النساء الحوامل اللي كيتشهوا بعض الامور بحال الطين. هذا دليل يعني على يعني الطين يعني كياكلوا التراب كياكلوا التراب يعني هذا دليل على ان فقر الدم وصل لواحد المرحله متقدمه جدا وما عنده حتى علاقه بما يسمى بالوحم. كاين حالات اخرى اللي ضربات القلب كتزاد فيه وكتولي غير منتظمه. نعم. كتكون هشاشه مثلا ديال الاظافر ديال الشعر سقوط الشعر ايضا هو من العلامات. طيب دابا هادو هما الا بغينا نقول الاعراض الكبرى ديال فقر الدم. نعم. دابا منين كيجي هذا فقر الدم هذا شنو هو لوريجين ديالو؟ كاين كيوقع عندنا خاصه هذا فقر الدم اللي قلنا مرتبط بنقص في عنصر الحديد كيوقع عندنا واحد ديزيكيليب او فقدان توازن ما بين الاحتياجات اليوميه ديال الحديد عند الطفل او عند اي شخص والكميه المتناوله في الطعام. هنا غادي نرجعوا خاصه عند الاطفال وغنرجعوا نهضروا على ذاك الطفل اللي هضرنا عليه سابقا اللي هو الطفل العنيد والانتقائي. مستحيل هذا الطفل هذا اللي كيكون في هذه الحاله هذه انه يكون عنده توازن غذائي في اليوم ديالو مستحيل يحصل على الكميه الخاصه به ديال الحديد. كيكون بعض المرات مشكل في الجهاز الهضمي يكون سوء امتصاص. سوء امتصاص. نعم. سوء امتصاص على مستوى الامعاء. نعم. ايضا يقدر يكون سبب الاسباب وتقدر تكون ايضا فقدان ديال الحديد في نزيف داخلي او نزيف على مستوى الجهاز الهضمي. لذلك هذه المساله ديال فقر الدم من بدا ونشوفوا هذه الاعراض هذو على الاطفال خاصنا ناخذوها على محمل الجد لان الامر كاين مشكلة يمكن له يقيس النمو يمكن له يقيس الحركه التركيز امور حيويه جدا عند الطفل وخاص ضروري ان فوا نشوفوا هذه الامور هذه نهزوا الطفل ديالنا ونديوه عند الطبيب حيت هو اللي غادي يحدد نوعيه ديال فقر الدم.
نعم ماشي كاين باقي الدم. نعم كيحدد النوعيه ديال فقر الدم، لان كيف ما ذكرتي يعني كاينين انواع كثيره، وحنا اليوم كنخصوا الحديث حول فقر الدم اللي بفعل نقص الحديد. فملي كيمشي ذاك الوليد عند الطبيب وتيعرف راسو بان عنده فقر الدم، من طبيعه الحال موازات مع يعني مع الطبيب تتكون تيكون واحد النظام غذائي معين، يعني تيعاود يدوز عندكم انتوما دكتور أدهشور باش تتشوفوا معاه واحد النظام غذائي، خاصة حنا كنتكلموا على الطفل، الطفل صعيب أنك تقنعه بعض الأشياء اللي هي مفيدة ديال يعني مفيدة للجسم دياله. فأنتوما كيفاش كتعاملوا مع مع الطفل، يعني كيفاش كتعطيوا هذا النظام الغذائي، وكيفاش كتواكبوا الحالات ديال فقر الدم عند الأطفال؟ بالنسبة لكي تحدد نوع ديال فقر الدم بطرف الطبيب المختص، هو اللي كيحدد أصلاً واش الطفل خاصه مكمل غذائي أو لا دواء كاظم، وعلى حسب النسبة ديال ديال هاد فقرة الدم ديال النقص. نعم ديال النقص، يعني واش مكمل غذائي كافي مع حمية غذائية أو لا خاص ضروري دواء، اللي حيث يمكن لنا نضيعوا وقت لهذا الطفل هذا إلى ما عطيناش في واحد المرحلة معينة دواء اللي قاد ليه هاد فقرة الدم. النظام الغذائي كيف ما شرحتي، المشكل الكبير مع الأطفال هو أنهم هاد لا سيليكتيفيتي في الماكله، يعني هاد ما كيتكلوش ياكل اي حاجه. تمام، هذا هو المشكل. كنأكد على هاد المساله ديال تدخل يا اما بدواء بمكمل غذائي عاد اكوتي، يمكن لنا نديرو نشجع الطفل انه يستهلك مثلا بلاصه ما نعطيه الخبز الابيض نعطيه الحبوب الكامله، يمكن لنا ندعمو انه ياكل شويه ديال اللحوم نوتامون اللحوم الحمراء، اللحوم ديال الكبد التواجن، هاد الامور كلها خصنا نحاولوا ما امكن ندخلوها ليه ولو تدريجيا في النظام الغذائي ديالو. الاسماك ايضا نحاولوا ندخلوا له النباتات الورقيه اللي كتكون فيها اللون الغامق الاخضر الغامق، علاش؟ حيت فيها فيتامين بي 9 وفيها ايضا نسبه مهمه من الحديد. البقوليات الاطفال غالبيه الاطفال كياكلوا البقوليات، كياكلوا العدس، كياكلوا هذه البقوليات، هذو فيهم طبعا فيهم حديد من اصل نباتي ماشي بنفس الجوده اللي كاين في الحديد من اصل حيواني، ولكن على الاقل كيحصل على واحد الكميه معينه من الحديد اللي يمكن ليها تساعده طبعا كيف ما قلنا مع المكمل الغذائي او مع الدواء اللي غادي يوصفوا له الطبيب ديالو. نعم، المكملات الغذائيه يعني على ذكرها دكتور أدهشور، واش عندها بعض الاعراض الجانبيه؟ حيت في الكثير من الاحيان ملي تيخرج لك الطبيب مثلا مكمل غذائي، وخاصه حنا كنتكلموا على مكمل غذائي يعني الحديد، تيكونوا بعض الاعراض بحال اما الاسهال او الامساك كنظن. بالنسبة للمكملات الغذائية كيف ما الاسم ديالها خاصة ديال الحديد، خاصة ديال الحديد. بالنسبة للمكملات الغذائية هي فقط مكملات، يعني خاص الغذاء يعطينا الكمية الأكبر مثلا من الحديد، ولكن المكمل يعطينا كمية قليلة. بالنسبة للأعراض الجانبية ديال المكملات الغذائية بالنسبة للحديد، الحديد ما كيبقى يعطينا مشكل على مستوى الامعاء مثلا لا كونستيباسيون او لا، حتى كتوصل واحد لا دوز طالعه بزاف، يعني لا دوز ديال الدواء هي اللي كتقدر تعطينا هاد الاعراض هذه. اما المكمل الغذائي في غالب الاحيان لا دوز ديالو ما كتفوتش 14 ملي غرام، هاد 14 ملي غرام في غالبيه الاحيان. كاينين حاليا مكملات غذائيه اللي ما فيهاش هذا المشكل ديال على مستوى الامعاء، يعني ما كتعطيناش اعراض اللي تيكونوا فيجيتال، تيكونوا فيجيتال او لا تتكون جزيئه ديال الحديد مغلفه. أيه مغلفه وما كتمتص حتى لواحد المستوى معين في الامعاء، يعني كتمنع بالحدوث هذوك الاعراض الجانبيه على مستوى المعده او على مستوى الامعاء. هذه الامور هذه ولات حاليا موجوده في السوق، يعني ممكن تحت بيان سور ارشادات ديال الطبيب ياخذها الطفل او المريض عامه او البالغ اللي كيعاني من مشكل ديال فقر الدم، ولكن دائما خصنا نردوا البال للدوزاج، لان الحديد ملي كنفوتوا فيه واحد الكميه اللي كناخذوا في النهار، اذا ما كانش عندنا فقر الدم او نقص في الحديد ما كيخصناش ناخذوا الحديد، لان ممكن يكونوا عنده اعراض اخرى جانبيه. كنهضر جانبيه ماشي على المكمل الغذائي، ولكن على الدواء، لانه نسبه الحديد اللي كترتفع في الجسم بنسبه كبيره اكثر من اللي خاصها تكون،
غادي ندوزو للفي انفيرس كما كنقولوا يعني غادي يعطيونا اعراض اخرى من ضمنها التسممات على مستوى الامعاء. وكاين حاليا امور ولات قيد الدراسه هو ان النسبه عاليه من الحديد في الجسم ممكن تسبب لنا كاريموس سرطان ديال المعي الغالي. نعم يعني خاصنا نردوا البال ما نمشيوش ناخذوا الادويه ديال الحديد او ديال فقر الدم الراسخ، دائما نمشيو عند الطبيب ديالنا هو اللي يوصف لنا الدواء حاله كنا محتاجين له. نعم تماما، وهذه نقطه مهمه جدا انك شرتي ليها دكتور أدهشور، لان في الكثير من الاحيان الناس كتصرف من ذات راسها، كتمشي للصيدليه كتاخذ المكملات الغذائيه، حقا يعني كاينين مكملات اللي ممكن الانسان ياخذهم بدون وصفه طبيه او لا يعني بلا ما يقولها له الطبيب، ولكن كاينين بعض الفيتامينات والمعادن اللي تخص من الضروري جدا طبعاً. الانسان يكون مدوز تحليله وعارف شنو عنده بالضبط باش يعرف بطبيعة الحال شنو باش يستهلك بشكل آمن، لأن المكملات الغذائية كيف ما قلنا كتبقى أمور غندخلوها للجسم ديالنا تماما، واخا هي عندها ستاتيو آمن يعني ممكن تخاف بلا 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 أوردونونس، ولكن خاصني نعرف الستاتيو ديالي أولا، يعني خاصني نعرف شنو عندي كوم نيفو ديال الحديد في الجسم ديالي، عاد ممكن ناخذ واش خاصني الحديد او لا ما خاصنيش، واش خاصني الفيتامين ولا ما خاصنيش. وكاين ايضا بعض المعادن حتى هي مهمه اللي واش ممكن ناخذها او لا، واش عندي مشكل في الجهاز التنفسي في الكارديو ماسكولار القلب والشرايين الى اخره. يعني خصنا نردوا البال هذه المساله ديال اقتناء المكملات الغذائيه، ماشي اي مكمل غذائي صح لاي واحد. نعم هذه ان شاء الله نديروا على شي حلقه اخرى دكتور ان شاء الله. مرحبا. شكرا جزيلا لك دكتور محمد أدهشور اخصائي في مجال التغذيه، تلقاو بك غدا بحول الله باش نتكلموا غدا ان شاء الله على كيفاش نقويوا المناعه عند الطفل اللي ضعيف البنيه. شكرا جزيلا لك وصباحك مبروك.